خصص اي الموجب يعني تولي تثبت له صفه نعم سن الحدوث يعني غير حادث هذا مو يعني يختلف عن الحوادث لان الحوادث تستلزم محل ومخصص يعني حيز وموجب هكا ولا الحادث كنت في حاجه الى محل هكا ولا حيز توجد فيه واذا موجب الله سبحانه وتعالى انت فعلت المحل والموجب لذلك انت فعلت الحدود واضح اليوم انا فيكم تخرج شويه تخرج وسلبه يستلزم سلب سائر الافتقارات واذا سلبنا منه الحدوث كذلك بقيه الافتقارات كلها لا تلتصق ولا تلتحق بالذات اليه فكان المصنف قال المراد بقيامه تعالى بنفسه عدم افتقاره الى شيء من الاشياء عدم افتقاره الى شيء ما يحتاج لشيء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد نحن الفقراء الى الله سبحانه وتعالى المخلوقات الحادثه هي المفتقره الى الله سبحانه وتعالى نعطيكم مثال بسيط تصوروا الله سبحانه وتعالى يقطع المطر ماشي نهار ما حتى كان يمشي على سطح الارض يعني باش يصير خراب هكا ولا اذا من هو في حاجه للاخر حتى راه الذي خلق الامطار والمخلوق اذا هو يعني الله سبحانه وتعالى لا يمزجه شيء ولا يفتقر الى شيء هنا فالمخلوق هو والحادث هو الذي يفتقر الى من يقدم له الضروات التي بها قيامه والمكان فكان المصنف قال المراد بالقيام تعالى بنفسه عدم افتقاري الى شيء من الاشياء وحينئذ يكون القيام بالنفس عباره عن الغنى المطلق كما عبر به بعضهم عوضه هو الاستغناء عن كل شيء يعني هنا قال الغنى المطلق هو الاستغناء عن كل شيء وذلك لا يكون الا لله تعالى مستحيل تجد مخلوق لا يفتقر الى 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 شيء لازم يحتاج ويفتقر الى ما اي شيء مهما كان مخلوق قال الله تعالى ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد وقال والله الغني وانتم الفقراء وقال ان الله لا غني عن العالمين كلهم ليس حاجه الى المعول عندهم ولا الى السند هكا ولا أما الصفة السادسة من الصفات السلبية الوحدانية بفتح الواو الوحدانية من كلام فتح أن الواو الوحدانية شيء والوحدانية شيء الوحدانية هي العزلة الوحدانية معناها واحد قوم قوي يسمى وحدان الوحدانية الوحدة أي الانزواء بفتح الواو تشد الياء وفسرها بخفاء معناها بقوله أي لا ثانية له يعني من الواحد مش من الوحدة من الوحدانية واحد وترجعوا بعدين نشوف الوحدانية مع الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال وحدانية في الذات سهلة يعني هو واحد لا ثانية له إذا كان ثاني معنى ثالث الوحدانية في الذات كذلك أنه لا يتجزأ حتى لو كان واحد كذلك لا يتجزأ تقول لها واحد لك وهذه عنده أجزاء لا هو واحد لا ثاني له هو واحد لا يتجزأ هذه الوحدانية في الذات في الصفات كذلك فهو ليس قادر قادر ولا عالم عالم ولا باقي باقي لا هو باقي فقط بقاؤه واحد لا يتكرر كذلك أما أفعاله كذلك فهي واحدة لكن تتغير الأفعال هذا هنا يعني رزق العباد هنا حفظ العباد هنا حفظ الكون هنا يعني أفعال كثيرة لكن هي تخرج من جهة واحدة ترجع الصفة 26 الوحدانية فتح الواو
تجد الياء وفسرها لخفائي معناها بقوله أي لا ثاني له، بمعنى يعني لمولانا جل ذكره في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذا تفسير للواحد لا للوحدانية، واحد لكن يؤخذ منه تفسيرها وهو نفي الإثنية ولا الإثنينية في ذاته تعالى وفي صفاته وفي أفعاله. واختصر المؤلف على نفي الثاني لأنه يلزم من نفي غيره العدو، إذا الثاني منتفي ومش يشتغل إذ لا يتعدى الثالث فيما فوقه إلا بعد تحقق الثاني. وقوله ولا في أفعاله، المراد بأفعاله تعالى جميع الممكنات، فتدخل الذوات والصفات والأفعال الاختيارية وغير اختيارية، فكل ما فعله لا شريك له في إيجادها وإعدامها بعد وجودها به. يعني هذا فعل سبحانه وتعالى كذلك في الممكنات. إيش قالوا بني إسرائيل؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما صحيح خدام بعيد مش عندنا إله آخر عندنا برشا بس عندنا برشا يا موسى اجعل إلها، قالوا يا موسى خلينا نستنى عندنا برشا لا الطلب الاخر، قالوا يا موسى اذا بنت ربك وقاتل ايش قاتل عشان شو من قدوش قدر الله سبحانه وتعالى، هذه انا وانا وكانه هنا يعني تطلب من الله ان يفعل. الاخرين قالوا ربنا لما كتبت على القتال به، وقوله لا في افعاله اي مرض بافعاله تعالى جميع الممكنات. شوف قال جميع الممكنات لا الزام لله في افعاله، هو يفعل الممكن وكما اراد وكما يشاء، فتدخل الذوات والصفات والافعال الاختياريه وغير الاختياريه. يعني اشمعنى افعال؟ ايجاد الذوات وايجاد الصفات وايجاد الافعال كلها، اذا افعال الانسان كانت اختياريه او يعني غير اختياريه، ما اختيار ثم افعال اختياريه معروف انا مش لازم كسب هذا عمل اختياري، لكن ثم اشياء اخرى يسمى غير اختياري. شنو مثلا؟ قال ممتع يدق كل الحبس يقول حبس يفرق، يعني هذه الافعال سواء كانت التي فعلت باختيار او التي تفعل او تتواصل بلا اختيار من الشخص، فهي كلها تحت اسم الافعال، والله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدها هو الذي خلقها، فكلها افعال لا شريك له في ايجادها واعدامها بعد حدوثها، حتى حد مش يشاركه فيها. لا يقول القلب ضربت عين بالدقري انا انا دقدق بيه ماشي شر كل افعال الله سبحانه وتعالى يقول في كتب مرات في الجدال في سيدنا ابراهيم مع قومه قال هو الذي خلقكم وما تفعلون وما تعملون. وعلم من التفسير المذكور ان اقسام الوحدانيه ثلاثه، وحدانيه في الذات ووحدانيه في الصفات ووحدانيه في الافعال، هما زوج وحدة وخمسة. الأولى اثنين ذكرتها قبل شوية، قلت لكم واحدة ليها واحدة تبدأ أنه واحد لا ثاني لك، هذه الأولى. والثاني أنه لا يتجزأ، يعطيك الصحة والجزاك الله خير، هذه سهلة. الثانية واحدة ليها في الصفات اللي هو يقول فهمت، أو الواحدة ليها في الأفعال يقول، فما معنى الواحدة ليها في الذات؟ طبعا أحدهم عدم تترك الذات تعالى من أجزاء واحدة وعدم وجود مماثل له في ذاته الثاني، ومعنى الوحدانية في الصفات أنا أيضا أحداهم عدم تعدد صفاته تعالى من جنس واحد، فليس له قدرتان قدرة وقدرة، علم وعلم، عنده علم واحد لا يتثنى ولا يتجزأ. شوف سؤال يعني قدرتان يعني في مسألة عندما علم العلم صفاته تعالى من جنس واحد فليس له قدرتان. صفاته من جنس واحد. أعطيك طبعا. جبت مثال حلو بس انا ترى ماشي اثنية واثنية فيها بندية فيها بركة شوية كيهز واحد معايا زعما يعديني قول هز زوز مش هز الزوز يعني واحد برك غير قادر باش يدي له مقطوط، اذا تقول لا سبحان الله قدرتين انا قدرتها نتاع قدرت واحدة في حاجة تكون اخرى باش شفت كيفاش واضحة ولا؟ لا انا قلت اثنية فيها بركة شوية قلت هز معاك واحد باش على الاقل يعني يعطيك ما تركاش، لكن واحد اخر واحد ما يكفيش مش معاه بانتيه باش هز زوز، انا وقت هز زوز اش معناها؟ انا واحد
واحد ما يكفيش. وين تكون عندك قدرة الله سبحانه وتعالى معناها قدرة واحدة ما يكفيش. تحدث قدرة واحدة تتجزى ولا تتثنى. شلون يقول لي قدرة واحدة يعني ما يكون شيء. ليش هذه الحالة اللي عانى قدرة أخرى؟ صحيح. إذا كان احتاج للثانية يقول لي مفتقر له. أما قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. فضل على حالة. قدرة واحدة غير ممتنعة. صحيح. قدرة واحدة غير ممتنعة ما شاء الله. قوة واحدة لا تتجزى ولا تتثنى وهي كافية أن يعني تقوم على كل شيء من معرض الله سبحانه وتعالى. فما يقول بعدين فليس له قدرة ثانية أكثر ولا إرادة ثانية فأكثر ولا علمان فأكثر إلى آخر الصفات. والثاني عدم ثبوت صفة لغيره تماثل صفة من صفاته. قلنا الصفة الأولى أنها لا تتثنى صفة. والصفة الثانية متاع الصفة اللي هي لا تماثلها صفة من صفات المخلوقات. إذا كان حماد تلقى المخلوقات تولي عطية مخلوقة حال. ومعنى الوحدانية في الأفعال اللي هي ممتازة جدا باش تفهموها شوية شوية بيها. معنى الوحدانية في الأفعال باش تفرقوا بها بين تعدد الأفعال الله سبحانه وتعالى ووحدانية أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول ومعنى الوحدانية في الأفعال أمر واحد وهو عدم وجود مؤثر معه في شيء منها. الأفعال عندنا نعملها ما عندوش شكور معاه مؤثر في إيجاده وهو واحد في تأثير. ثم يقول ولا باستقلال ولا بالمشاركة له تعالى. لا مع واحد آخر قائم بوحده ولا واحد آخر قائم معه. يعني هو وحده الذي يتفرد في أفعاله لا يشارك فيها واحد آخر ولا يستقل بها واحد آخر بل هو مستقل بها ذاته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه المنفرد بالتأثير في جميع الممكنات. يتفرد ما عنده حتى واحد دارجة. هو عنده حاجة أخرى. عندما فقراء نقولوا إنا أنزلناه في ليلة القدر نحن نزلنا الذكر إيه؟ أما إذا كان حاجة في التوحيد يقول يا موسى إني أنا الله ما قالش إنني صحيح. الحاجة في التوحيد أقول لكم اللي فيها علماش قالوا قالوا علاش الله سبحانه وتعالى هنا ذكر نون العظمة إنا نحن نزلنا الذكر. لأن التنزيل صحيح هو نزل الله سبحانه وتعالى لكن في مراحل وثم مهمة أعطيت لي للتنزيل. نزل من سماء بيت العزة إلى نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المراحل فيها مشاكل. امشي أنت شوف حتى في الرياح وارسلنا الرياح على واقعها ما قالش وارسلت الرياح على واقعها هي هو ارسل على واقعها لكن ملائكه الرياح هي يعني تعطي تنشر الرياح تنشر السحب فهذا ثم تفاعل كوني كامل لكن الفعل الواحد هو من الله سبحانه وتعالى لكن توجيه بعدين ذكرها الشيخ بعدين يقول اما تعدد افعاله تعالى فهو ثابت فعلى سبحانه تعدد أفعاله لكنها تتفرد أفعاله لكن هي تعدد ذلك لا يصح نفيه لأن أفعال الله عز وجل كثيرة من خلق ورزق وإغناء وإفقار وإعزاز وإدلاك هذا كل أفعال تودق هذا أذله الله سبحانه وتعالى وهذا عزم هتركب نفس الفعل ومش نفس الفعل وقع الفعل جهتي يرزقهم من شبه يعني غير ذلك. معنا تعليق الشيخ البقلاني ممتاز تقريب في شرح فيه سورة الإخلاص شرح ما شاء الله حتى نجوم إن شاء الله نستوعب نستوعب إن شاء الله. فجملة الأمور المنتفية المنفية عن الله سبحانه وتعالى بمطلق الوحدانية خمسة. أنا قلنا اثنين واحد ولا كنا اثنين يعني فهو يعني واحد في ذاته يعني لا يتفرد ليس له ثاني وبالاحرى ثالث ورابع خمس ولا يتجزا الف لولا في الصفات بالذات. قلنا الصفات اللي هي هناك صفات هو تعدد الصفات انها
حسب واحدة مش عليم عظيم عليم عليم بسيط بسيط وكذلك ما يستحقش إلى شخص آخر مستقل يعين عليها ولا يشارك فيها فيه بحكوثه وثوه اللي هي الخامسة الأخيرة اللي هي المحضرين في أفعاله لأنه هو الفاعل لكل شيء فجملة الأمور المنفية على سبحانه وتعالى منطقة هذه الخمسة وفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى منها قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله إنما الله إله واحد وقوله وما من إله إلا الله واحد وقل هو الله واحد هنا نشوف كلام الشيخ البقلاني قبل نحكي على الشيخ البقلاني شوف ذكرت من جاب قدام الشيخ البقلاني ذكر عنده حادثة عجيبة باش تعرفوا شوف هذا خدم سفير الدولة الإسلامية من دولة الإسلامية 11 دولة الإسلامية تاع زمان إلى ملك الروم شوفوا الشيخ طار حتى السفير شو مستوى نتاع علمنا سفير مستوى ما ثم شو يعني الوزير أعطى منه المرتبة ما عرف شنو كذا كذا يعني هذا سفير شوف العلم نتاعه البقلاني يعني أرسله أحد الخلفاء زمانه مش يعني زمان الخليفة بعثوا سفير للهرقل تخلى الديوان البهوة نتاع المجلس نتاع الهرقل لذلك قالوا له تدخل ساجد هكا من 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 سنة الروم أنهم يدخلوا يسجدون لعظيمهم قال ما نسجد لا تسجد بسيط شو عملوا ولازم مش وصل للمأمورية نتاع قال به طبعا تحب تدخل ساجد دخل راكع قال فادخل مشاريع خل مشاريع ركعة، وأنا ما أصدق لك مشاريع أشتغل، هذا الإمام البقلاني، شكون الإمام البقلاني؟ يقول رحمه الله ولعله من بعض الكتب المفقودة على أنه لم يثبت في كتب الموجودة بتاعه، يقول أصول الكفر ثمانية، أصول الكفر ثمانية، معناها من اعتقدها كفر، به، هنا يقول الكفر، ويحكي على الكفر معناها في ذات الله، إذا تلحق الصفات هذه في ذات الله كفر صحيح بداية مش نوع الكفر معنو يعني شال الوحدانية هكا ولا به الكفر والعدد يعني التجزئة واللي كنا نتكلم في الصفر صفة الذات صفة الاثنين والنقص والتقليل ما ترجعوا في الآية والعلة والمعلول والنظير والشبيه وهذا كله منفي في سورة الإخلاص ب فقوله قل هو الله أحد نفي للكثرة والعدد قل هو الله أحد ذاك ولا نفي للكثرة والعدد فنفي الكثرة نفي كونه أكثر من واحد إذ ليس في الوجود إلا الواحد لأنه واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ونفي العدد نفي أن يكون هناك ثاني أو ثلاثة كما قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة ليس هو به ما قلنا كل واحد الله الصمد نفى نفي للنقص الصمد هو الذي لا يحتاج الى غيره والتقليل ونفي عن النفي ان يكون جوف كساء الخلق عشان الجوف اش قال الله لما في سوره الحج عند وصف الملائكه قال وما كانوا اشوا وما جعلناهم جسدا عشان الجسد الجوف في حاجه الى طعام هو الله سبحانه وتعالى يقول نفي للتجويف صحيح كسائر الخلق فإن التجويف هي الحاجة إلى الطعام وهي صفة الخلق وذلك نقص ونفي التقليل بمعنى نفي أن يكون قليلا كالجوهر الفرد الأشياء البسيطة هذه كلها سنة قليلة بسبب كالجوهر الفرد لأنه لا يقدر على شيء لم يلد ولم يولد نفي للعلة والمعلوم العلة هي علة وجود البلد لا والمعلوم شكون هو الجبل والعلة في اصطلاح المتكلمين كون الشيء سببا في وجود شيء اخر كالولد والولد والولد فالواحد يسبب في وجود الولد والماء يسبب في وجود الخلق قال تعالى وخلقنا من الماء كل شيء وجعلنا من كل شيء فالعلة الوالد والمعلول هو الولد نفذكم ولم يكن له كفوا احد اخر سوره نفي للنظير والشبيه بمعنى لم يكن من يناظرهم في الملك بان يكون الها مثله ونفي الشبيه
نفي أن يكون في الخلق من يشبهه سبحانه ليس كمثله شيء فهو السميع العليم. لذلك كنت تقرأ التوحيد كله تجمع في قوله تعالى ليس كمثله شيء. يمكن النفي شبيه أن يدخل في الآية قل هو الله أحد. هذه كنت قرأ هذا هو طول الكلام اللي حكاه الشيخ البقلاني عرضه الشيخ المحقق على سورة الإخلاص وكان الحكاية كلها هو من سورة الإخلاص وربعه هو ذكر شبيه نعم. نفي شبيه والنظير النظير أسندهما إلى كفر لم يكن له كفر أحد كفر هو كفر مش كتبنا في أول درس كتبنا هذا الرجل هذا الخاطب كفر هذا المخطوب يعني نفس المستوى الاجتماعي مستوى المبادئ مستوى الأخلاق الفرقي هذا اسمه كفر معناه يعني هذا يقول هذا رجل كفر للبنت الفلانية معناها هو مش متزوجها عشان نفس المرتبة الاجتماعية هكا ولا هنا الشبيه والنظير هو كفر تو ساعة أقول لك مثلا اثنين في القصة جايبين نفس المعدل قل هذا شبيه هو في الامتحان وهذا نظير في الامتحان فهذا سبحان الله ليس نظير ولا شبيه لذلك قال ولم يكن له كفوا أحد لا نظير ولا شبيه له ولا مثل له ويمكن أيضا أن تدخل في قل هو الله أحد أحد ليس له لا أحد مو مش نظير كان أحد أنت مشكلة نظيرة الأحد هو أنه لا يتكرر ولا يتعدد أنت إذا قلت أحد يكون واحد يعني مش معناها ليس نظير يعني لا يتكرر كما قالوا ما كما قالت الدرجه اسمها اليهود قالوا الله الثلاثة الاب والابن والروح القدس هنا قل واحد معناها واحد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله بينما كفر يعني ليس له مثيل ليس له من يكافئه في ذاته ولا في صفاته ولا معناه هكا فهمت دوت هنا مش يختم الشيخ في هذه المتقدمة ست صفات ما 12 صفات السلبية ست صفات من 20 واجب لمولانا جل وعلا الأولى نفسية وهي الوجود نفنا الأولى نفسية بعدين البقية يعني سلبية والصفة النفسية هي التي لا تتحقق ذاته في الخارج نقول الدنيا نقول هي الوجود باش تحقق الذات في الخارج نقول عنده وجود إثبات الوجود ولا شك أن الوجود كذلك وشك أن الوجود كذلك فهو صفة نفسية منسوبة إلى النفس بمعنى الذات فمعنى الذات أنها موجودة هذاك الوجود اللي هو يعني تبني عليه كل شيء وإنما نسبت إليها لملازمتها لها أن النفس والذات هو بخلاف المعنوية المعنوية تجي لا تلحق بالذات هذا العليم بينما الوجود غير العليم الوجود هو صفة تبنى عليها بقية الصفات بينما العليم هو ذات إله الموجود عليم إله الموجود قادر إله الموجود بصير صحيح تلحق به بصفات الذات يقول فهي صفة نفسية منسوبة إلى النفس بمعنى الذات وإنما نسبت إليها لملازمتها لها بخلاف المعنوية الآتية فإن ملازمة للمعاني